الكرة بتتخلص تعود من جديد شوط إضافية تلعب بالأعصاب مرتدة خطيرة انفرد الفارو انفرد موراتا انفراد وحاول خطأ كرت أحمر في اللقطة الواضحة على فالفيردي لم يكن أمامه حل سوى الكرت الأحمر والإعاقة موراتا كاد أن ينهيها خرجوا عن النص انظر إلى وجه الديربيلان انظر إلى الكروت التي تخرج في كل وجه انظر إلى هذا الدرب الذي يفقد صوابه الذي يفقد جنونه في هذه اللحظات يا لها يفقد عقله بالتأكيد يجن هذا الدرب سيميوني في لحظات كاد أن يحتفل فرحا بهدف فالفيردي اختار أن تبقى الأمور بهذا الشكل كرت أحمر على أن شوف 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 فالفيردي شوف الهبوة اللي كانت من كربخان شوف الجزئيات الصغيرة شوف فالفيردي كيف يركض الآن وهو الذي يقول سأركض حتى تنفجر قدماي من أجل ريال مدريد إنه يركض أمام موراتا